كل الهلا وياكم محمد عظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام. هذا الفيديو يبين مدى اهتمام العتبة الحسينية المقدسة بالزائرين والوافدين القاصدين إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام. العتبة الحسينية المقدسة تغلف مساحات واسعة من الفضاءات المحاذية للصحن الحسيني الشريف، وبعمل دؤوب أنهى قسم الصيانة التابع للعتبة الحسينية المقدسة أعمال تغليف الفضاءات المحاذية للصحن الحسيني الشريف، وذلك لتوفير أكثر راحة خلال ساعات النهار للمعزين والزائرين المقبلين نحو مرقد الإمام الحسين عليه السلام. والعمل تم على مرحلتين، حيث أن المرحلة الأولى تم من خلالها تغطية وتغليف الفضاءات المحاذية للصحن الحسيني الشريف من جهة باب الرأس وصولا إلى باب السدرة بمساحة إجمالية بلغت 3500 متر مربع. أما المرحلة الثانية تم تغليفها من باب السلام وصولا إلى باب الكرامة المجاور لمضيف العتبة الحسينية المقدسة وبمساحات شاسعة أيضا. وبالتزامن مع شهر محرم الحرام، أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن خطتها الخدمية والأمنية باستقبال الزائرين المعزين الوافدين إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس، والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم. إذا أعجبكم هذا الفيديو لايك واشترك بالقناة دعما لنا، ولم ننساكم بالزيارة والدعاء إن شاء الله.